انا دربور ما ماهوش صحيح. انا ديجا راني نعاني في مشكل تاع الورث والله من ابارتي من 2014 وروحنا والله عندنا مشكل، عندي مشكل تاع الورث صح، بيني بين عندي بيني بين خويا، ما نهدرش خاوتي، بيني بين خويا كذب عليك يا اخي. الورث الورث هو اللي يفرق، الخاوه يبان وقت الورث، كي يكون خوك صح في وقت الورث يبان. بصح باش تقول لي الناس كلها طماعين، الماده والنساء يفرقوا بين الاخوه، لكن اش منها يقول لك الورث اللي هو اللي يقصد، لكن اش منها. انا راني في مشكل تاع ورث من 2014، عندي خويا ربي يهديه راهو ما كان لي حقي حتى ليومنا هذا، باش نقولها لك، لا ورث لا والو، خاصة كي تكون تدخل فيها امور النساء اللي يدبروا عليهم وهذاك وهذاك، من بعد الورث هو اللي يفرق بين الخاوه، هو اللي يدير العداوه بين الخاوه، هو اللي يدير كلش. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله حسبنا الله ونعم الوكيل. يا اخي الورث هذا يا ربي سبحانه قسم الورث في صوره النساء بالعدل، وهم يحبوا ياكلوا حق حق الاخو وحق الاخت حق ذاك، حرام يعني، والله غير حرام يعني. الانسان يبقى هكذا يقزر يخلي حقه يروح هذاك ويتمتعوا به ناس برانيه، كون جات يتمتع به خويا ولاده الله يسمح، يتمتعوا به ناس برانيه من ناس ما عندهم حتى صله معانا، وهذا هو الورث. ويكذب عليك، لا يقول لك لا يجمعنا لا يوال، قليل الا من رحم ربي، اللي يخافوا ربي واللي يخموا الغدوه ما يخموش للدنيا.